وادي لا ده مش احسن ليبرو داخلين على احسن حائط صد عبد الرحمن سعودي. دكتور فؤاد تقول ايه؟ ده يعني مولد نجم جديد الحقيقه حاجه مفرحه جدا 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 ان هو فعلا يستحق المركز دوت. قدر يغطي غياب طبعا اهو قدامنا عبه في بعض الاوقات واذا كان ده اخذ احسن حائط صد فندي احسن مدرب برضه كان مصلحي.